السلام عليكم ورحمة الله في قناة هندسة البناء أونلاين. هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم لي فاز دو بروجي دو باتيمون، مراحل ديال البناء ديال واحد المنشأة من المرحلة الأولى إلى المرحلة النهائية. دونك أي باتيمون، أي بروجي دو باتيمون إلا وكيدوز عبر جوج مراحل كبرى. المرحلة الأولى اللي هي لا فاز ديتود، المرحلة الثانية اللي هي لا فاز ديكزيكوسيون. هذا الفيديو هذا غادي نشرحوا المرحله الاولى اللي هي لا فاز ديتود، واللي هي مرحله الدراسه. هذه المرحله بحد ذاتها كتدوز عبر عده مراحل، وكتقدر تدوم من شهر حتى لستة اشهر او اكثر على حسب اهميه ديال المشروع. يعني الا كنا في مشروع ديال دار او فيلا، ماشي هي مشروع ديال اوتيل. مرحله الدراسه هي مرحله مهمه جدا، لان في هذه المرحله هذه كنحطوا جميع التصاميم، كنحطوا جميع الصعوبات اللي غادي نلقاو في لو بروجي ديالنا قبل بدايه التنفيذ ديالو. اول مرحله واللي هي مرحله لا بي اس، كتسمى بالا بي اس. اش كتعني ا بي اس؟ افون بروجي سومير، يعني هذه هي المرحله الاوليه اللي كنبداو بها اي مشروع ديال شي بنايه. في هذه المرحله هذه كيكون عندنا المتدخلين اللي عندنا، اللي هو المهندس المعماري لاخشيتيكت، مكتب الدراسات اللي هو لو بيغو ديتود، كيكون عندنا لي كابيني ديال لي توبوغراف، وكيكون عندنا بيان سور لو ميتر دوفراج اللي هو حامل المشروع، مول المشروع، كو سوا كانت اداره اولا بارتيكولي، يعني واحد الانسان بغى يبني المنزل ديالو. في هذه المرحله هذه خص كاع المتدخلين يوجدوا لينا دي زيسكيز، واحد الرسوم اوليه ديال المنشأة، ويعطيونا لي بروميي بلان، لا بروميير فيرسيون ديال لي بلان. يعني هاد لي بلان ما تيكونوش فيهم لي ديتاي بزاف، كتكون فيهم واحد التصاميم الأولية باش كنفهمو أكثر المشروع، وباش كنتفقو على واحد التصميم اللي هو فالابل للمشروع ديالنا، وفي نفس الوقت كنعطيو واحد ليستيماسيون سومير ديال لو بودجي. اش كتعني هادي؟ كتعني الثمن التقريبي ديال المشروع. هاد الثمن هذا بيان سور ما تيكونش اكزاكت، كنحسبوه سور لا باز ديال لا سيرفاس كونستروييت. يعني مثلا اللي عندنا ار بلس 3 كنحسبو شحال غيتبنى في ثلاثه الطاجات، وكنضربوهم في لو بري او متر كاري، الثمن ديال المتر كاري ديال هذاك النوع ديال المشروع. هنا بيان سور كاينين بزاف الانواع ديال المشاريع، واش مشروع اقتصادي يعني على حسب الفينيسيون كيختلف، واش مشروع موين ستاندين او لا هو ستاندين على حسب الفينيسيون اللي حنا غادي نديرو في هذاك المشروع. دونك تنحسبوا لا سيرفاس وكنضربوها في لو بري او متر كاري باش كنلقاو الثمن التقريبي ديال المشروع، واللي هو كيعطي لو متر دوفراج مول المشروع او حامل المشروع، كيعطي ليه واحد الفكره على البيدجي ديالو، واش كافي لهذا المشروع او لا. من بعد ما كنساليو من هذه المرحله واللي هي مرحله اساسيه باش كتبين لينا واش غنقدروا نكملوا في المشروع او لا، كندوزو المرحلة الثانية واللي هي كتسمى APD avant projet détaillé. في هذه المرحلة هذه جميع المتدخلين خصهم يوجدوا لنا لي بلون ديتايي، يعني هنا خص يعطيونا البلانات يكونوا فيهم جميع لي ديتاي ديكزيكوسيون، وكيخصنا نوجدوا واحد ليستيماسيون ديال البروجي، الثمن اكزاكت ديال البروجي بشحال غيتقام علينا هاد لو بروجي. هذه بيان سور ليستيماسيون كيوجدها لينا لو ميتور، هذا هو الشخص اللي كيحدد الكميات لي كونتيتي اللي عندنا في المشروع، وكيعطينا واحد التقييم ديال الثمن ديال هذا المشروع هذا. دونك هذه المرحله هذه كنكونوا صافي اون اغيتي كاع هذوك لي كونترانت، وجميع المتدخلين اتفقوا على التصميم، وكنكونوا صافي قربنا من النهايه ديال المرحله ديال الدراسه. من مورا هذه المرحله هذه كندوزو المرحلة ديال دي سي او. هاد المرحلة هادي كنوجدو فيها واحد لو دوسي كتسمى دايوغ دي سي او، دوسي دو كونسلطاسيون دي زونتربريز. كنوجدو فيها لو دوسي لي غادي نعطيو لي زونتربريز لي غادي يجيو يبنيو لينا هداك المشروع ديالنا. دونك باغمي هداك لو دوسي، أول بيس مهمة هي سي بي اس. هاد سي بي اس شنو هو؟ كيي دو prescription spéciale.
هاد الكي هذا فيه جميع البنود الإدارية والبنود القانونية والتقنية المنظمة للمشروع ديالنا. دونك هو واحد لو دوكيمون اللي هو مهم واللي هو غينظم لنا المشروع في المرحلة ديال التنفيذ بيان سور. وكان وكيكون مع هاد لو دوسي هذا بيان سور لونسومبل دي بلان، جميع البلانات اللي وجدوا لنا متدخلين، كو سوا البلان د لاركتيكتور، كو سوا البلان د البيتون ارمي البلان د الحديد، كو سوا لي بلان تكنيك اللي هما البلانات ديال الالكتريسيتي ديال الضوء، و لي بلان ديال بلان بري سانيتير والكليماتيزاسيون، يعني البلانات ديال الصرف الصحي وديال لا كليماتيزاسيون. داكوغ، الا كانت بيان سور المشاريع الصغرى غالبا ما تنديروش ليتود ديال الكليماتيزاسيون، و كنعطيو لو دوفي كونتيتاتيف اللي هو الكميات اللي عبر لينا لو ميتخور انطلاقا من لي بلان ديالنا كاملين. دونك هادو مجمل المراحل ديال الدراسه ديال اي مشروع ديال بنايات. دونك تنتمنى ان الفيديو يكون فادكم شي شويه، الى فيديو قادم ان شاء الله.